الناجحين اللي تقضى خمسة ديال البياسات غتربح معنا هاد السلهام هذا. كاب كادو. آه. كادو. بياسات غنعطيوها كاب كادو ديال المنتخب المغربي. واللي بغات اليوم دو بياس عند الزروالي وبراندا. حضرة شوف. حضرة شوف. الله شوف. عندك جلابة وعنات. البيسة ولا القفطة اللي كيجي دار ضجة وباقي داير ضجة عند قفطان الزروالي اللي خدمنا فيه ديال رمضان ان شاء الله باذن الله. و 150 جديد والحصري. شوفوا لي هذا الموديل هذا كيتكشيطه بالدوبلوره البنات. شوفوا لي ما شاء الله اول جبنا لكم في التكشيطه البنات جوهره اخر ما كاين فيها. ويصدمكم الثمن ديال هاد التكار بالمرمه وبالدبانه كذلك بالخدمه ديال الكاترفيل هم 150 درهم. هانتوما ما شاء الله غنقول لكم 220 درهم عوض 300 درهم باش تلبسي حتى البنات. قفيطنا حتى هما 150 درهم ديال 100. اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. فيديو جديد ونهار جديد وبلا شك عرفتونا اليوم حنا فين. حنا اليوم ان شاء الله عند قفطان الزروالي ما شاء الله. اليوم كاينه تشكيله رائعه. عندك 100 درهم اجي كتجري تاخذي جلابه، عندك 150 كذلك اجي تاخذي جلابه تاخذي قفطان. اليوم اثمنه هرز دكدك رائعه غادي تكون ان شاء الله. دابا كنوجدوا الفيدنا رمضان ان شاء الله قنيضيرات وجليليبات. بالنسبه للمحل ولا فروع قفطان الزروالي حنا غنصور لكم دابا هنايا في الديبو. يعني هاد السلعه اللي كتشوفوا هنايا هذه كتضرب في ثلاثه وفي اربعه تبارك الله ما شاء الله. هانتوما شوفوا لي السلعه حيت معروفين بالجمله وبالتقسيط كذلك والتوصيل لجميع انحاء العالم وكذلك في المغرب. مرحبا بكم والف مرحبا. بالنسبه للديبو اللي كنصور فيه كيتواجد هنايا في الحميديه انفاس مع مدرسه انقره المدخل القيصاريه المدخل رقم 8. والمحلات عندنا 199 وعندنا 225 عاد عندنا المحل اللي حدا السينما الملكيه فين ما قريب لكم فين ما ارتاحيتوا سيروا تقداو ان شاء الله. كيحلوا طيله الاسبوع ما عدا يوم الجمعه اللي كيكونوا سادين. الفيديو نورمالمون خصو يتحط الجمعه ولكن راكم عارفين ديك الظروف اللي كانت عندي في نهايه الاسبوع داكشي اللي صورت لكم اليوم ان شاء الله الحد وغنحطوا لكم اليوم الحد كذلك باش انكم تستافدوا. وحتى العطله دابا الناس اللي جاوا عندنا لكازا مرحبا بهم والناس حتى هما اللي غادي يتقداو دابا العطله مرحبا والف مرحبا. تيحلوا من 10 ولا من 9 حتى ل 8 ديال العشيه ونبداو على بركه الله ان شاء الله. وبالنسبه للقفطان الزروالي من بين اكبر محلات الموزعين القفطان والتكشيطه والجلابه ان شاء الله جمله وتقسيط على بركه الله كيف العاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نتوما تذكروا تصليوا على النبي وحنا باركنا الله في الفيديو ديالنا ونتمناو الفوز للفريق الوطني حتى هما اليوم ان شاء الله. سي لطيفه سي سمير سي لطيفه مرحبا بك معنا توني ما شاء الله ان شاء الله مربوحه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. حنا فرحانين مع المنتخب المغربي ان شاء الله واليوم جينا ندير لكم ان شاء الله شي فيديو سبيسيال اليوم عند قفطان الزروالي. تعطلنا عليكم شويه ولكن كنا كنوجد لكم القنبل القنبل اختي لطيفه. جيب لكم شي حاجه شي سلعه ما شاء الله اليوم ان شاء الله. والعوته ابتداء من 100 درهم غتلبس جلابه عند قفطان الزروالي. اللهم يسر كلشي يلبس جلابه ان شاء الله. يلا على بركه الله نبداو ان شاء الله باول موديلات. اول موديلات سي الزروالي كي داير؟ لاباس عليك بخير كلشي مزيان الله يكبر بك. احنا فرحانين بزاف ان شاء الله ان شاء الله. اللهم يسر المنتخب المغربي ان شاء الله يا ربي. وفيديو ديال اليوم ان شاء الله شي حاجه سبيسيال موديل والثمن. الله يسلمك موديل جديد والثمن. نبدا الجلابه بالنسبه للقفطان بالنسبه للتكشيطه غنبداو باول موديلات البنات. شوفوا لي البنات الجلابه اللي غتكون اليوم 150 راه انا صدمني الثمن. جلابه كريب وبالمرمه وبالدبانه كذلك بالخدمه ديال الكاترفيل هم 150 درهم ودايره ودايره. يعني هادو جليلبات ان شاء الله كنوجدوا للعيد والشعبان ان شاء الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه. موديل راقي ما شاء الله. وحتى ديال الراندا البنات شوفوا لي الراندا بالعقيق الراندا البنات و150 درهم. شوفوا لي هانتوما ها هي بالراندا كيف ما كتشوفوه حتى لتحت والكميمات كذلك حتى هما بال هانتوما وتا هي 150 والفصاله ديالهم كلوش كيلبسوا من الال حتى الطروه اكس ال البنات كيلبسوا والتلوين غنعطيكم التلوينه الاولى والعدد يعني غنعطيكم الالوان ونشوفوا العدد. هانتوما هذا الموديل فيه هذا الكحل
فيه البلوغوا بلومارين، هذا البلومارين فيه البلوغوا، فيه هذا الاصفر، هذا فيه الفوشيا، فيه هذا الغادي الاخضر، فيه الزيت الاخضر ملكي، فيه الموف، فيه الاورانج، فيه الغوز، وفيه الاسود، وتبارك الله فيه هذه هي التلوينه. هذه اختي لطيفه، اختي لطيفه، هذا الموديل هذا ما فيهم 1000 حبه، 1000 حبه الله يسخر. بالنسبه حاجه بلاكام ديالها الله يسخر، فيها 500 حبه، 500 حبه ما شاء الله، فيها 1000 حبه. نقرب لكم باش تشوفوا حتى لي ديطاي ديال الجلابه، ها انتم راه حتى في الكتاف حتى هي فيها ومنها مخدومه هكا كيف ما كتشوفوا هابطه حتى لتحت، حيت غتسمعوا الثمن غتقولوا 150 غتكون شي حاجه ما هياش، ولا ها انتم كلشي كنقربوا لكم. هذاك الشيء خدمه ديال الدار، شوفوا شوفوا الثوب راه باين طايح، والكميمات كذلك حتى هما مخدومين في الصاله. لا فينيسيو كي داير، انا ملي قالوا لي 150 قلت لهم واش متاكدين ليك مخطوطه في الثمن. بالنسبه للكلاش فيها من الاس حتى ل 3 اكس ال، حتى ل 3 اكس ال، هذا الموديل اللي لابسه خاوله فيه 24 لون، ها انتم تبارك الله التلوينه، ها هما شوف ها التلوينه ديالهم باش تسكرينيو، طلق لينا هاو فيها هذه 24 لون اللي فيها، ها النواغ ديالها. وبالنسبه للخدمه راه كاينه بحال دابا هذه مخدومه هكا وبالحجر، هذه خدمه اخرى، ها هي شوفوا هذه حتى هي براندة كيفاش جات، ها هي شوفوا هذه اللون، اللون شوفوا هنا بالنسبه للون، اه شوفوا هنايا كذلك 150 درهم ما ثمن حتى الراندة، 150 درهم ما ثمن حتى الراندة. لا غلا على مسكين، والثوبه اختي لطيف، هاد الثوب غير نقولوا هاد الراندة كاع لا رخاص ترخاص 250، والثوب غير 250 زيد عليها الثوب فابور، اه جلابه فابور. شوفوا عاوتاني هاد الفيغ وهذا كيفاش جا ما شاء الله ما شاء الله. فيها العدد اختي لطيفه، كاين اللي كيقول لك الثمن طايحه طايحه في الثمن، ما فيهاش ما فيهاش العدد، ما فيهاش 10 15، هذه 500 حبه، 500 حبه. انتم التمر ضروري خصو ضروري، ها كاين العدد موجود، انا نوريهم غير اللوان العدد. كلشي في الجلابه، ها الفوشيا التلوينه اختي لطيفه، شوفي هذا ها الالوان 150 درهم اللي عمرها لبست جلابه غتلبسها مع قفطان الزروالي بهذ الاشمينه، والجوده الجوده البنات الجوده طوب ما شاء الله. رجلي لبات 150 درهم البنات، شوفوا لي هذا الموديل، هذا لطيفه التبرع في الجلابه، هذا الستيل ديالها مخدومه بحال ستيل البرشمان، ديال البرشمان اياه طاز باللوينات، شي حاجه طوب ما شاء الله، كتجي مخدومه في لي مونش جليبه في مستوى اختي لطيفه صراحه، كيجي كلوش 3000 ريال 150 درهم كلشي ما شاء الله. وفيها حتى هي تبارك الله تلوينه، وهذا عندنا فيها 1000 بياسه، 1000 بياسه اللي لابسه نوره، فيها السيال، فيها البلوغوا، فيها داك الاخضر، فيها هذا الترابي مغلوق، ها انتم التلوينه ديالها ما شاء الله، فيها حتى الغوج بغيك، فيها الفوشيا، فيها داك الاورانج والموف، من الال حتى ل 3 اكس ال مخدومين كلهم هكا بلوينات، موديل فحال ستيل ديال البرشمان. شوفوا الموديل، شوفوا لي الجلابه البنات كي جات ما شاء الله حتى هي، و 150 درهم ديال الطرز، اه بالطرز البنات 150 درهم شي حاجه ما شاء الله. والكلوش ها هي شوف الكلوش ديالها، من ال حتى ل 3 اكس ال، من ال حتى ل 3 اكس ال، وعندنا فيها التلوينه فيها الاحمر اختي لطيفه، من ناحيه الخدمه من ناحيه كلشي لا فينيسيو شي حاجه ما دايره، الاحمر هاد التلوينه ديالها، الباج الاخضر درجات، شوفوا الخضر شحال من لون فيه، ها الالوان الكحل الموف والترابي 150 درهم الجلابه اللي كانت 200 و230 درهم، 150 درهم باش كلشي يستافد 1000 بياسه جمله وتقسيط. بزاف كتبقى تقول طفوا واش ناخذ بياسه، كنقول لكم التقسيط يعني تاخذي بياسه، تاخذي ثلاثه، تاخذي 20، تاخذي 100، انت وشحال ما بغيتي. مرحبا بكم بالنسبه لهاد السلعه اللي اختي لطيفه، اللي بغى مرحبا به، 1000 بياسه اللي بغى ياخذ منا مرحبا. تشكيله ديال القفيطنات الرمده ان شاء الله 150 درهم، فنينه البنات. شوفوا شوفوا نشوفوا هذا هو الاول، شوفوا قفيطنات 150 قندوره قنيدرات، هادو قفيطنات قنيدرات، اه انا نقرب شوفوا الستيل ديالهم ديال رمضان ان شاء الله باذن الله، و 150 درهم، وهذه مخدومه بالكريب هكا، شوفوا الكاتخفيل هذاك الكريب اللي بالصقلي، انتم الخدمه شي حاجه طوب ما شاء الله.
تجي في هذا الستيل هذا، جات رائعه في اللبس ديالها وخفيفه. ايه 150 هادو روميين بلديين كلشي لبسهم ما شاء الله. العرض كتلبس المقاسات حيت كتلبس اوفر سايز. عندنا فيها الكميه كاين العدد فيها العدد. دابا اللون اللي وجدوا غادي يكونوا لوينات اخرين في هذا الاخضر ملكي، فيها هذا اللون هذا الكحل، فيها الفيغ او، فيها البلون كاسي، فيها البوردو، فيها البلو بيترولي، فيها داك الياجوري والسيال. شوف العدد. وغادي يكونوا فيها لوينات اخرين. اي يكونوا فيها لوينات اخرين 150 150 درهم. البنات هذا قفيطين ديال 150 درهم. شوف هذا الخيط سي لطيفه والكاتفيل ودينا ليمونش تليجه هذا واحد لوشارم اللي هي الطوق ما شاء الله. شوفوا وهنايا هذه طرزه عريضه والكريب كيجي كلوش ما فيه لا افتحه لا حتى شي حاجه، جال غزال حتى هو. ها انتم ما شاء الله كيفاش داير. وعدي فيه الالوان، فيه الكحل كاع لي كولور، فيه الغوز، فيه البلوغوا، فيه هذاك الفيغ الاخضر ملكي وهذاك الاخضر الاخر، وفيهم تقريبا بين كل موديل 400 بياسه. الله يسخر. ها هما العدد اللي فيهم، راه فيهم العدد ما شاء الله. العدد اختي المهم سمير الا ما شتش السلعه ما يبردش. ها البلوغوا ديالو شي حاجه طوب القلقعه اختي لطيفه. الشعار ديالنا اللي بغى لهنا يقول لها اليوم نسيتيها. ها هي الاخضر 150 درهم اختي لطيفه، 3000 ريال كلشي يلبس. موديل حصريا. شي حاجه طوب. عندك هذا الموديل هذا شوف، وعندك هذا الموديل هذا ما تلقاش في السوق اختي لطيفه. حصريا عند قحطان الزروالي 150 درهم. دابا المشكل هو ما كاينش، والثمن 150 درهم. 150 درهم. ماشي غنديروا له 300 درهم، غنديروا 300 وغيتباع، واش حنا 150 درهم. وحتى اللي بغى يبيع ويشري فيه راه غيدير ياكل فيه خبيز، لانه موديل زوين، والثوب زوين ذاك ريب الصقلي، والاخر بالهذا قنيضيرات خفاف. ها الالوان فيهم حتى للطروا. وهذه راه تلبس لانها اوفر سايز بصحتكم. العدد اختي لطيفه، العدد العدد. الجمله وتقصير. ها هي البوصه في الماركه شتي. هذيك ها هي. شتي فراشه. نفس اللون من البوصه. نفس اللون، شو تبارك الله كي طالعه. ما شاء الله. القفيطنا حتى البنات، قفيطنا حتى هما 150 درهم ديال 180 ولا 280. 220 درهم اختي لطيفه. ها هما 150 درهم. دابا 150 درهم اختي لطيفه. وبهذا الري بالكريب ري هانتوما ها الكاترفيل، وهنايا التعصاب، وكاين هنايا العقيق. شوفوا هادو طوالين جاو بالحزام، هادو طوالين قفيطنات هادو و 150 درهم. كاين شطره في الثوب اختي لطيفه، الطول ولا كوب شي حاجه ما شاء الله. شو والافتحات في الجناب انيق في اللبس ديالو ما شاء الله، طلعوا غزالين. عندي دابا نفس الموديل غير هذا ري، وهذا كريب سامبل ديالو. ها هو نفسه نفس الخدمه، غير هذا كريب سامبل وهذا كري حتى هو الكاتر فيلم ال تال 3 اكس ال. ها انتم هالخديمه كيفاش جات باش تشوفوا كل شيء عن قرب. 150 درهم اختي لطيفه، 3000 ريال 150 درهم. هذه التلوينه من الاس حتى ل 3 اكس ال، نفس التلوينه فيهم في السامبل ولا في الري. نفس التلوينه فيهم سواء الري اللي بغات الري. العدد اختي لطيفه الكميه. العدد العدد انا اختي لطيفه البلون كاسي العريضة. ها هو البلون كاسي العريضة، تنفيسات المعتمرات كذلك. دابا الوقيته ديال العمره ان شاء الله. ها هو ها الاورونج ها النواغ ان شاء الله باذن الله. الله يحرم شي مسلم، الله يحرمنا ولا يحرمكم يا ربي. مرحبا 150 درهم 3000 ريال البنات. يلا مرحبا، خليوكم معنا باقي الهميزات البنات. ما تنساوناش من لي لايك باش يكون تفاعل. كاينه هنا في الديبو، كاينه في المحلات كاملين. مرحبا به. والقنيطره كنساوها. لا هاد السلعه هادي ما كايناش، كاينه غير في كازا في المحلات في الفروع هنايا في درب السلطان. هاد الرخيصه ما كايناش في القنيطره، كاينه في الدار البيضاء. يلا بصحتكم الله يسخر. اليوم البنات قفطان الجوهره وبالكاترفيل. شوفوا ليا ها انتم ما شاء الله، غنقول لكم 220 درهم عوض 300 درهم باش تلبسي. ما شاء الله كتجي بالكاترفيل. الخدمه هنا كيفاش جات بالكاترفيل، وشوفوا هنايا الكول كيفاش جا الكاترفيل وبالعقيق وهابط. تشناف شي حاجه ما شاء الله، كتجي كلوش. وبالنسبه لي طيب من الاس حتى 3 اكس ال بالنسبه لهاد الجوار هادي المتابعين ديالنا راه داوها وعاودوا داو كيسولونا عليها دائما. ما شاء الله ما شاء الله. وفيها التلوينه جبنا لهم دابا، ما فيهاش كونتيتي بزاف، ما فيهاش العدد. شحال فيها هاد الموديل هذا؟ في 300 حبه هي اللي كاينه.
300 حبه تبارك الله راه خير وبركه هذاك. وشوف شحال التلوينه اللي فيها ما شاء الله. كاين اللي الكول داير وكاين اللي الكول في. هاكا كنت كول داير كول في. ها هما الالوان ديال ديرلاندا. ها هما شوفوا البوشي ديالها كيداير. ها انتم التلوينه باش تكرينيو ما يمكنش نحلوا كل شيء. فات هي من الال حتى للطروه ديالها. الكول داير ديالها كيفاش كاين؟ ها الكول داير هذه. ها هو كول داير. حتى هي بالكاترفيل وبالحجر. تبارك الله كيداير. نبات. فهمتي. ها هي. الثمن ديالها اختي لطيفه 220 درهم. خليتو نفس اللون. ها هي شوف. هادو 220 درهم. كاينه حتى هذه. هذه راندا. هذه بالراندا. هي الراندا. هذه بشحال؟ حتى هي 220. 220 درهم. يعني اللي بغات الكاترفيل كاين. واللي بغات بالراندا كاين. بالنسبه لطيف من الاس حتى لطروا اكس ال. من الاس حتى لطروا اكس ال ما شاء الله. زوار كتجي حريره اختي لطيفه في اللبسه ديالها شي حاجه طوب ما شاء الله. حريريه. كتجي فاس سامبل وفاس هكا في صمطة دوغي. أيه. ها نتوما اللي بغاتها خفيفة بالراندا واللي بغاتها بالكاترفيل كيما لابساها خولة راه نفس الثمن كيبقى 220 درهم. 220 درهم. الفضيل الثانية البنات اللي هو قفطان بالراندا وبالتنبات وبهذا الكريب. الكريب ري كيقولوا لنا جيبوا كنجيبوه بزاف للمتابعين ديالنا وما كيبقاش ما شاء الله. شفنا فيه العدد ما شاء الله. وهذا جا فيه حتى الطول اللي بغات تحزمها حتى الطول. اللي بغات تحزمها اللي بغات تحزمها كيجي كلوش في الفصاله ديالو وفيه حتى هو تلوينه. فيه تلوينه. فيه تلوينه. ها انتم فيه البغيك فيه الباج ترابي مغلوق فيه السيال فيه البلون كاسي البلو مارين ذاك الموف فيه السومو فيه البوردو اللي ملبوس وفيه سومو اخر وفيه داك الفيغ وفيه البلو مارين البلو مارين ديرو كيداير ما شاء الله. هذا الطوب وفيه هذا الترابي وفيه حفري حفري. وبالنسبه للثمن اختي لطيفه هذا 6000 ريال. هذا 300 درهم. 300 درهم. هذا 300 درهم. وكاين سلعة أخرى ب 800 درهم حتى هي. هادو ديال راسو هادو تشادو ب 300. هذا كيخيب دوس هو البرومي شوار. هذا الطوب المرمر. هذا شوفوا اليوم هادو كلهم ب 300 درهم. أختي لطيفة عند الطار الدروالي اليوم. شوفوا شوفوا كلشي تسولد 300 درهم. هادو تا هما د العقيق هكا تا هما ب 300. هاد الشيء كله 300 درهم. شوفوا شحال من موديل جوج ثلاثة أربعة. بغينا نلبسوهم كاملين ولكن ما يمكنش لينا نلبسوهم. هادو حتى هما هادو كتجي الباندا عريضه هكا حتى هي بالكاترفيل وبالتنبات. حتى هي 140 هادو سامبل هادو حتى هما 300 140 300 300 درهم. هادو باقيين فيهم الالوان كلهم فيهم الالوان اختي لطيفه. اي موديل اللي كنوريو عليك فيه الالوان. شوف معايا 15 هذا اللون في اللون قفطان كحيب دوس واختي لطيفه. شوف هاد الخير كامل ب 300 درهم. مفاجاه ديال الفيديو اختي لطيفه. كلشي اللي عنده 6000 ريال يجي عند الزروالي يلبس قفطان كيف بغاه. هذا 150 عطينا البيض حتى هو هذا ري حتى هو. شوفوا عامر ب 300 درهم. هادو راه كانوا ب 400 450. هذا حتى هو ديال الدميعه. هذا حتى هو كان 450 درهم باش بعناه. ها هو 300 درهم. 6000 ريال. علاش داروا 6000 ريال؟ الكريب هادو الكريب. الكريب بروميير. شوفوا. ما عندناش اختي لطيفه احنا شي حاجه غير الكريب بروميير فهمتي. هادو فيهم الالوان. فيهم كاع الالوان. موجودين. فيهم الموديل فيه الالوان. وفيهم العدد ولا كميه محدوده؟ كاين العدد. فيهم واحد 200 حبه مفرطه. فهمتي. شوف لوني نسيت لون جبد لي هذاك. شوف عاوتاني هذا هذا اللون في اللون. شوفوا هذاك من السوق ما شاء الله. كاين اللي مخدومين بالحرير بالطرز. شوفوا هذا ب 300 درهم اليوم. 3000 هذو القفاطن هذا الشيء خصو. شوف لي مون ها انتوما شفتوا هذو ديال الكاترفيل ديال الحرير. كاين هذو حتى هما حتى هذا 6000 ريال 300 درهم. هذو هذا الاصفر ديالو تبارك الله. شحال من موديل ب 300 درهم تسولدا دابا كلشي ب 300 درهم. كلشي يلبس ان شاء الله. مازال ما وريناكمش كلشي. يلا الناس المشاريع الناس اللي كيديروا الكرا فرصه ومناسبه مرحبا. تشكيله جلال بالبنات شوفوا لي اللي لابسه خوله هذه حصريا حصريا لاول مره غادي تبان. انا ما فهمتهاش في الاول عاد مشيت لون اخر اعطيني هذاك اللون باش يبان لهم يفهموا هذا الموديل. جلابه ما دايرهاش اختي لطيفه. هذه مخدومه راندا. اييه وراندا ملصقه فيها الحصيره. أيه. شوف خاص كي تكون الفنانة باندا. باندا. وبين الراندا هاد السلعه هذه كيخدموها غير الفنانة اختي لطيفه ما شاء الله. وفي الكاترفيل في الجناب اختي لطيفه بغيت تخدم هاد السلعه. خصك عندك خصك عندك تكون زروالي خصك عندك التكنولوجيا في المهنه باش تخدم هاد الخدمه هذه فهمتي.
حاجه طافه سي ميردي. شو السيال ديالها؟ والراندا والحصيره. والحصيره شو كيفاش باينه هكا. والبنات هذه فيها لوغلي. عطيني عطيني خيال العلمي حسين. سمير اصبر سمير، هذه فيها لوغلي باليد. باليد هي اصلا باليد. هنا كذلك طافينيسيو ديال الجلابه غزاله. هذه البنات تشكيله جديده ولا كوليكسيون ديال العيد 330 درهم. 330 درهم في المحل تحت كتباع ب 650 درهم باش كياخذوها لي باساج. ما شاء الله هانتوما المستوى. شوفوا شوف اللواغ ديالها جات هو غزال، والكتيفات حتى هما بالرانده. الرانده والخدمه ديال المعلم شتو كي جات فيها حتى هي من ال حتى ل 3 اكس ال، وفيها تلوينه فنه، فيها تلوينه فيها هذا اللون، فيها النوار هذاك السيال، وفيها هانتوما كاشيريل كاشيريل ابيض الاخضر نوار الموف كاع لي كولور. بالنسبه اللي طايفيها من الاس حتى ل 3 اكس ال و 330 درهم. مرحبا بنات اليوم دو بياس عند الزروالي وبالراندا. حضرة شوف حضرة شوف الله. شوف عندك جلابه وعندك قفطان. الجلابه هي الاولى تلبسيها بوحدها وتلبسي القفطان بوحدو كذلك. يعني ها نتوما شفتوا الخدمه. هاد البلو بيترولي بالاصفر جا غزال تلقي نوره هكا فيها عريضه عريضه الراندا وكتجي ايفازيل في الصاله ديالها. كتلبسي الجلابه وتلبسي القفطان بوحدو. بنات القفطان ديالها يعني عندك جلابه وقفطان تمشي للحضور وتحيدي. ولكن شخصي لطيفه الجلابه بوحدها وقفطان بوحدو. الجلابه دو بياز كتمشي بالجلابه ديالها. يعني انا بغيت نشرح ليهم ملي تمشي للمناسبه وتصهد هكا غادي تحيد جلابه وتلقى لابسه القفطان ديالها. كانت عندها شي مناسبه خفيفه في دارها غتلبسها لانها حتى هي. والثوب هذا هذا حرير 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 خيط جوهره جوهره حرير حتى هو بهكا بهذا اللي غايي هكا ريب بالسم. والخدمه هكا شتو ها هي هالالوان الفتيحه. شي حاجه ما دايرهاش اختي واحد في جوج كاينه عند الزروالي هي اللي كاينه. قول لهم الثمن. هذه اختي لطيفه غنديروا لها 1200 درهم وغنديروا لها 900 درهم وغتباع. دابا شحال؟ ولكن غنديروا لها الثمن ديالها ديال هرز دك دك. الثمن 550 درهم. 550 عندك قفطان وعندك جلابه. ما تلقاها 550 دو بياس وفيها تلوينه رائعه. ها هي شوفوا النواغ. شوفوا النواغ ديالها كيجا غزال ما شاء الله. شوفوا الكحل ديالها. هادو في الصراحه خصها اللوان كلهم يتحلوا. هاد الموديل ها النواغ ديالها كيجا نواغ تيراش راش اختي لطيفه كيراش راش نيت فيها هذا. شوفوا الابيض ديالها شوفوا هذه الابيض ديالها البلونكاسي المعتمرات الحاجات كذلك. وشوفوا الراندا حتى هي العدد ها نتوما ولوغ ديال البنات باليد. هادو لافينيسيو ديالهم طوب. هادو خدمه الخدمه ديال هذه الخدمه ديال اليد خدمه سواقيه اختي لطيفه. لا ما شاء الله تبارك الله. والثمن 550 درهم. 550 درهم اختي لطيفه. نعطيهم الالوان الاخرين اختي لطيفه. 550 في هذاك الابيض فيها الاورونج فيها الفوشيا فيها هذاك الاخضر حتى ل 3 اكس ال والبلوغبو الاخضر. هاي عاوتاني هاي تسيفت هاي تبدل لوك هاي ولات جلابه دوك. هادو راه العيد غزالين خذوا جلالب قبل الزحام قبل ما تلقايش فاش تختار. والناس اللي على برا كتبغي تاخذ بياس زوين المتابعات ديالي خارج المغرب بياسه زوينه بثمن مناسب وحتى لا بغيتي ديري بيعه وشريه. لا توب زوين. يلا بصحتكم المتابعات. دائما قفطان الزروالي كيفاجئنا بالموديلات وبالهوته. بنات الجديد والحصري شوفوا لي هذا الموديل هذا كيجا ما شاء الله جا غزال هماوي. شوفوا الستيل رائع. هذا تلبسيه بلا زعما كافيك بلا تكشيطه بلا حتى شي حاجه قفطان خفيف انيق ما شاء الله. شوفوا ليا خدمه كيفاش جات هنايا انتوما. كتجي الخرطه هنا وكتجي الخرطه هنايا مع خوله اليوم راه ضرها رجليها داكشي علاش ما كنضوضي. رائع ما شاء الله ما شاء الله. كما كيعاودكم قفطان زروالي الفوقاني كيجيب لون نوار درنا التقطيعه بالنوار ومن تحت كيجيب لي كلون كاملين كيجيب كيجي كلوش ديال التنباس حاجه ما شاء الله. وبالنسبه لي موش كيمشيو دوبل كلوش لا كوب الصاله. شوفوا الكمام ما شاء الله عند قفطان زروالي. هذا اختي لطيفه هذا الموديل من تصميم زروالي ما شاء الله موديل ديال اللي وجدوا طلق ليا اللون. وبالنسبه لي كولور عندنا فيه العداد والكميه وكاع لي كولور فيه الالوان غير طوب غير كاع. شوف كيهبط هذا عقيق وكيهبط هذا ليستخاص عقيق ليستخاص وهنا هابط كامل كيف فيه لوان واعرين. شوفوا هذا شوفوا هذا شوفوا هذا البلو بيترولي هذا كيجا
شوفوا الله واو ما شاء الله الكحل تيحمق الكحل عاوتاني ها هو عندي هذا اللون هذا هذا البلوغ هذا خطير هذا البلوغ هذا شوف الكول ديالو كيجي كول اوفيسي طالع كاين اللي عنده كول اوفيسي كاين اللي عنده كاين اللي هذا في كول في اللبسه ديالو تا لاكوب ما شاء الله كتجي فيه جبد لي هذا وبالنسبه لليطي عندنا فيه العاده وليطي فيه من الان حتى للطوا اكس الى اكس لاطي فالطوا راه عندنا فيه موجود هذا راه هاز تنبات الخدمه الايد ما شاء الله كاين الشطره كاين اللي هابط هكا وكاين اللي مخدوم بحال هذا الشكل هكا شوف موديل السيف موديل عرفتي هادو الحاجه حتى كتلبس عاد كتبان شوفوا النوار شوفوا النوار ديالو حتى هو كي ديال ما شاء الله الثمن ديالو شحال 550 اختي لطيفه ما شاء الله هذا اختي لطيفه هذا شوف هذا نديروا له 1300 درهم يتباع 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 ولكن حنا ما يمكنش بغينا كلشي يلبس بغينا كلشي يلبس ان شاء الله ونفسه لابسه نوره عاوتاني في شكل اخر هذا مدخلين فيه في الكمام هذا المبره هذا المبره المحفره نقرب باش يبانوا كتجي بحال هكا نتوما شفتوا اللي كتبغي عاوتاني شي حاجه خفيفه اكثر حتى هو نفس الفصاله السفيفه دايره كلوش واللون تبارك الله الكول حتى هو كيجي كول في ها هو الموديل كي جا غزال ما شاء الله وفيه التلوينه ديال نحلو الغوج بغيك نحلو الفوشيا نحلو الاحمر باش نشوفو الالوان هذا اختي لطيفه كاين عرفتي فيه واحد الخدمه بحال هكا الكتيفات ديالو اش كيديري فهمتي هذا حتى هو جا غزال فهمتيني وكاين الكتيفات ديالو عاديين عاوتاني شوف الغوج الاحمر حتى هو ما شاء الله شو موديل تبارك الله كيدير هذه كولور اللي فيها اختي لطيفه شوف كاع كيما اختي لطيفه العدد هذه كوليكسيون جديدة كوليكسيون جديدة ما دايراش اختي لطيفة كاينة عند زروة شوفوا النواغ ديالو كي جا حتى هو غزال شو ما شاء الله فيه اللي فيه هنايا هاد القطعة هادي من هنا كاين الكتيفة هذا شتي هادي هكا من هنايا وكاين اللي بحالي لابسة نورة من التوب ديال هذا قفيطنا زوين والتلوينة الكحل الغوج بغيك فيه هذاك البلوغوا فيه هذا فيه الأخضر زيتي البلوغوا آخر هذاك ازرق هذا بلوغوا فيه داك الغوز فيه داك الخضيضر وفيه الفوشيا 550 درهم هذا قفيطنا تواو اللي بغى بحال هكا كتيفات مرحبا اللي بغى سامبل بحال هكا كتيفه ديالو بحال هكا سامبل مرحبا كنديروا جميع كلشي يشري اللي عنده يشري جبد داك البلونكاسي راه هو شوفوا البلونكاسي ها هو بلونكا عاودي مخدوم البلونكاسي شادي بطريقة اخرى مخدوم هو البلونكاسي باش الابداع اختي لطيفه الابداع شي حاجه الابيض جا غزال شوفوا الحمر عاوتاني موبرا تاهي بلونكاسي تاهي شنو انت شتي تبارك الله كي داير شي حاجه ليكس اختي لطيفه التصميم ديال الزروه اللي اختي حتى هو منين يكون ملبوس عاد هادي يبان عاوتاني يعطيك نظره اخرى عاوتاني في اللبسه فهمتي موديل السيف موديل اختي لطيفه والبروميير بصحتكم وتبارك الله على الزروالي والموديلات ديالها اختي لطيفه 10000 11000 ريال 11000 ريال قفط اللي تباعوا حتى 1000 درهم 1200 درهم بيعوا اختي لطيفه وبيعناه شحال من مره فهمتي ولكن مع المتابعين ديالنا وديال العثمانيه ديالكم مرحبا بكم على الراس والعين الله يعطيكم الخير باش يختار في المتابعين ديالك ما شاء الله ما شاء الله جديدة البنات البيسة ولا القفطة اللي كيجي بالاسود ما شاء الله الاكثر مبيعا والاكثر طلبا هو هذا القفطان هذا شوفوا لطيف هذا كيحب بونسوار حاجه طاب بالنوار ودخلنا في الكاتر في التنباس بالنوار يعني طونسيطو اللون في اللون ديال التنباس شي حاجه ما شاء الله خير اللي عند القفطان زروه اللي اختي لطيف طان في المستوى لي مونش الدار حتى هو ما كنساوهش وموديل السيف موديل اختي لطيفه كيجي كلوش في طريزه في الدهر شعرك نوره الدهر ضروري اختي لطيفه طريزه في الدهر هاد البلوغ هو بالنوار جات التلوينه كلها جات بالنوار خلاص اختي لطيفه شي حاجه ما شاء الله اختي لطيفه شو من البعد اللمعه ديال هذه الخدمه تاع الطوار خدمه جديده وحاجه اللي طوندونس لونج دونك هي بونكاسي شو كلهم مخدومين بالنوار فوشيا البلوغ هو الاخضر نتوما ها الابيض شوف بلونكاسي كيطلع بالبلون هذا الابيض سكري ها بالبلونكاسي ما شاء الله موديل حل فوشيا حل فوشيا شوف هذا شوف الاورانج كي جا بالنوار لا لا ما شاء الله ناض شوف الخدمه الخدمه حاجه اللي كتحسي لطيفه لا شوف الحجر كيلمع هنا كاين حجر كبير بروميير شوف كلشي زين حجر على الحجر اختي لطيفه والخدمه كي دايره تبارك الله
جمال موديل غزال حتى هو ب 550 درهم 550 درهم فقط 550 تبارك الله الطرش كيداير في الطول ما كايناش طرف تنبات الطول ولابسه صنداله عاليه تبارك الله كيمشي بالحزام 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 ديالو بالحزام ديالو كاين هذا الديزاين هذا عاوتاني واخا نكمل لهم الالوان البلوغوا باش يسكرينيو فوشيا داك الاخضر داك البلوجين نوار في النوار هذا الكاموني هذا في هذا الاخضر هذا ها هو والسيال الاحمر المقاسه ثلاث رواء اكس ال ثلاث رواء اكس الثاني حتى هو بالحشره البنات بنات والكميمات كيجيو هكا عراضين شتو ودرنا لهم سوميجه لتحت ودورناهم بالباس حاجه ليكس ما شاء الله ها هي الخدمه الكميمات كامل ديال اللي ظهرت حتى لتحت كلشي باليد الحجر الحجر سيبور غير ديال الزاج حاجه ليكس كلشي باليد شوفوا حتى الحجر كاين الحجر كاين هذا الزمرد هذا يعني هو اللي كيعطي ديك شوف كيف دورنا الوطرزه ديال التلبس عطى واحد لو شارم ما شاء الله النوار بالحجر في مستوى اختي لطيفه كيجي في صالاروم هي كما كتشوفوا ما شاء الله هذا الموديل هذا ومازال خدامي هذا هذا عند الزروالي فقط ما شاء الله هانتم لي موش في النوار دائما الله يسخر والتلوينه اللي فيه فيه الاحمر فيه الاورانج فيه البيج فيه هذا الاصفر هذا فيه الخضر فيه هاد الموف اورانج والاخضر والبلوغوا كاينين لون واحد اخرين اختي بحال بلونكاسي بحال كاينين فيه حتى الطروا اكس ال و 550 درهم الحاجه حتى كتحل حتى كتلبس عاد كتبان كل لون عنده النظره ديالو شوف هذا الترابي هذا العشاق الترابي شوفوا هذا البريك هذا ما شاء الله لونين السيفون اختي لطيفه يلا البنات خدمه كلاس شي حاجه ما دايرهاش 550 درهم هذاك الشيء اللي ولفنا مقفطان الزروالي دائما الجوده والهوته دائما البروميان الكريب دائما الكريب الكريب وشو ديك الخدمه اللي داروا دايره هنا من الكتاف جات انيقه اش طرف خدمه جات انيقه حنا فينا ما نديروش هاد التركيز حنا فينا كاع ما نديرو هنا التركيز هذا ولكن نديروه نزيدوه للمتابعين وهنايا كذلك حتى الدرس كل حاجه عندها النظره ديالها ما شاء الله باقي نخليكم معانا باقي الموديلات قفطان اللي دار ضجه وباقي داير ضجه عند قفطان الزروالي اللي خدمنا فيه الالاف وكل شيء باقي باغي تبارك الله من 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 الفيديوهات اللي وصلوا لي المليون في التيك توك وفي الانستغرام ما شاء الله انه واعر هذا الموديل هذا كل ديالو تبارك الله واخا تقلد عليه ما طاحش نفس الموديل شوفوا الكول كيفاش كيجي هكا خطير خطير هذا الموديل هذا هذا تبارك الله ما شاء الله اكثر اكثر مبيعا كيجيبوا فيه ستوك وما كيبقاش يلا دخل فيه عاوتاني واحد العدد ها هو العدد ما شاء الله شتو كي كيجي هذا القفطان خطير قفطان هماوي وبثمن مناسب جدا اللي هي 400 درهم وبالحزام ديالو كذلك شوف لطيفه واخا قلده واخا قلده وقلده وقلده ما يطيحش هذا الزروالي ما شاء الله الخدمه ديالو كي دايره لا كل اناق شوف كل تبارك الله تجي كل مزير ولا شفت تبارك الله خاتم اللي لابساه ومرتاحه فيه والكميمات منطروزين وهنايا التفيفه هادو مدوبلين تفيره عندي ما نقول هاد القفطان كيعجبني كنا غير غنهزو قلت له غيتلبس لانه فعلا يستاهل انه يتلبس المتابعات ديالي واللي كتقول لي راه داك القفطان ما بقاش جا فيه عاوتاني واحد الكميه اصلا اختي لطيفه عندنا فيه لي كوموند كبيره بزاف هذا شنو كيدير مطلوب بزاف ولكن حنا كنديروه وكل مره كنلبسوا لون لبسنا الاخضر البلوغوا هذا القفطان هذا بحال شي فان شوكولا عرفتي كيطيح شو تبارك الله كل ديالو كيدير لا 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 انيق شوف شو خدمه خدمه كل مضوبل فهمتي ما كاينش ديك فهمتي قال لي اختي لطيفه ما يطيحوش بهذه الزروالي ما شاء الله عندنا فيه الالوان شوفوا النوار ديالو فيه العدد اسود بالحزام ديالو هذا بالحزام ديالو هالكحل ديالو فيه الاخضر ملكي فيه هذاك الالوان ما شاء الله هالاصفر فيه البلوغوا فيه الاسود فيه هذا الترابي هذا فيه الاخضر ملكي فيه هذا الموطارد هذا فيه ذاك الغوز كاشيري فيه ذاك الفيغ او فيه ذاك السيال شو البلوغوا ديالو حتى هو من الالوان اللي كنا لبسنا ما شاء الله هذا قفطان ما يحتاجش انك نهضروا عليه بزاف لانه واعر من ال 3 اكس ال لابسه الاكس ال خويا لابسه فيه الاكس ال يعني من ال 3 اكس ال المقاسات ديالو هذا السيال ها هو السيال راه محلول ها الالوان سكرينيو و 400 درهم 400 درهم من... وفيه العدد اختي لطيفه ما شاء الله تبارك الله شحال فيه ما فيه هذا الكميه الحبه اللي كاينه دابا حاليا واجده
300 حبه. 300 حبه كاينه دابا حاضره. كاينه. هذه من اجل المتابعين. سريع وسريع ودابا 300 حبه اللي واجده باش ما تقولش لطيفه ما لقيناش ما بقاش. لا كدير. لا انيق ما عندي ما لطيفه. حاجه طوب ما شاء الله. ما شاء الله. الموديل الثاني البنات هذا عاوتاني كتكون كتعوضيه بالتكشيطه. يا ما كتبغيش تلبس تكشيطه قفطان عامر مدوبل مدوبله ها هو هابط لتحت شي حاجه كلاس اختي ودايره السفيفه والكميمات كذا الساري الباطو الحر اللي كي اللمعه ديالو شوف ما كنساوهش الظهر دائما شعرك نوره الظهر تا هو فيه هذيك الطريزه بالنسبه لي كولور فيه واحد 12 لون ما شاء الله بالنسبه اللي طايح سي لطيفه فيه من الان بحال داك الاخضر شوفوا الملكي ديالو كيفاش جا من حاجه حتى كت حاجه طوب تحل وتلبس عاد كتبان فيه حتى هذا الازرق هذا الثمن ديالو شحال كيبقى 480 هذا 480 درهم اللون ديالو اختي لطيفه ها الاحمر فوشيا الابيض داك الكموني في داك السيال وفي هذا اللون اللي لابسه نوره بغينا نديرو لكم نديرو لك الموديلات ديال 480 كاملين كاملين غير شويه من كاملين ما كيساعدش الوقت نلبسو كل شيء لطيفه شو هادو كيجيو عامرين ستي ديال التكشيطه هادو ها هما 480 هادو 480 حتى هما حاجه طوب والصاري الباطو الحر شوفوا هاد الخدمه هادي كيبقى نفس اللون ديالها شوفوا هادي خدمه جديده هادي شفتوا هادو كيفاش مخدوم هكا قلب الزعر ليكي موديل السيكمود هاد الكحل حتى هو كيجي غزال ما شاء الله اللي كتبغي الثقيل غتلقى اللي كتبغي الخفيف غتلقى اي حاجه اللي بغيتي اللي بغيتي اختي لطيفه شوفوا هذا جوج فين كيدير هذا الظهر ديالو كيدير لطيفه هذا موديل ديال 480 هذا بلاطخين شوف هذا الظهر ديالو كيدير 480 هادو قفيطمات ديال 600 درهم ها هذا 480 كاين بزاف د الموديلات شوفوا هاد او تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله 480 درهم ما شاء الله شوفوا هذا كيجي الامكانيه ديالنا نديرو لهم 600 درهم يخرجوهم اختي لطيفه ولكن المتابعين مره في المحل كيتباعوا بهذا الثمن ب 600 والظهر ليمونش ما كنساو حتى حاجه ما كاينش طرفتو والكريب دو سوا البروميير سوا وباقي الموديلات بزاف كاينه اختي لطيفه جيو نتوما قول لهم ديال 300 هذا 480 وهذا اختي لطيفه اي موديل فيه 12 لون اي موديل فيه 12 لون ما شاء الله هكا اختصروا كميه كاينه كنختصروا للمتابعين ديالنا مرحبا حتى القفاطن حتى للربعين حتى ل 8 اكس ال البنات هادو لي كغونطي كتقول لكم كنمشيو ما كنلقاش قفطان قدي حنا وجدنا لكم قفيطنات واعرين كيف ما كتشوفوا حتى 8 اكس ال كاينه 35 36 37 38 40 في الربع الصدر يعني حتى 8 اكس ال شوفوا لي الخدمه اللي خدمنا لكم حتى نتوما ما شاء الله هادو كيمشيو ب 650 بدل 1100 درهم 650 بدل 1100 درهم وماشي غير هاد الزواقات اللي كاين راه كاين الزواقات هادي وهاد الزواق جوج ديال الزواقات كاينه هادي وكاينه هادي شوفوا تبارك الله الكلوش ديالو يلا حتى لي غونطي ما نسيناهمش بصحتكم الجديد اللي جبنا لكم في التكشيطه البنات جوهره اخر ما كاين فيها ويصدمكم الثمن ديال هاد التكاش حتى هما شوفوا لي ستيل مع هاد اللون جا غزال هاد الموطارد ولا هاد اللون جوهره لامبريمي حاجه ليكس ما شاء الله بلي كولور كتجي ما شاء الله السفيفه هابطه حتى لتحت العقيدات كتجي سامبل وكتعطي واحد لوشام الحمسه ديالها ما شاء الله صراحه والكريب في القفطه التحتاني فيه كريب ياك حتى هو الحزام ديالها عطيها واحد لوشام ما شاء الله كتجي زوينه في لاكوك ديالها وفي الصاله الثمن حتى هو عاوتاني هادي الافتتاحات في الجناب شوف 650 شحال غتبقى 550 اختي 550 راه حنا شفتونا كنا صورنا بحال الا لابسه نوره ب 500 ب 650 دابا بجوج ب 550 550 شوف هذا الموديل هذا ليا حيت واحد اللون اخر من البوس ها هو شوف كي جا حتى هو غزال هذا اللون البنات راه في لا طوندونس هذا الصيف هذا الاصفر هذا هذا اختي لطيفه نديرو 800 درهم نبيعه وثمنها صراحه اكثر ها هي 550 درهم وفيها الالوان عندي هذه كتجي في هذيك عريضه هذيك جوهره سماطي عراضين صم صفي صقلي وصفت هكاك سامبل ها الاخضر حلينا هذا الاخضر اللي حفظتك زوين هذا الاخضر هذا في هذا الغوج بريك اللي لابسه خاوله فيه الغوز فوشيا في الازرق شوف كل حاجه الحزام ديالها خطير ما شاء الله شوفوا هاد الاخضر ولينا نستكفوا الاخضر شي عروسه الحنه اييه اصلا تبارك الله هي في النظره ديالها زوينه فوشيا الفوشيا الله يحفظك فوشيا لان الالوان حتى كيتحلوا عاد تيبانوا وما يمكنش نحلوا الالوان كاملين
ها انتم ها الازرق شوفوا هذا ان شاء الله شفتوا هذا اللون هذا كيجي ما شاء الله حتى هو كيحمق والثمن البنات باش تاخذي تكشيطه بهذه الثليجه بهذه الجوهره العريضه ب 550 ما شاء الله شوف لا لا خطيرين ما شاء الله فنين وباقي فيها السيان وباقي فيها اخضر اخر 550 وكاين الموديل الثاني هذا حتى هو جوهره شوفوا هذه حتى هي كيفاش جات وكتخرج بهذا الحزام ديال الاختراع طيب هذا الحزام كيمشيو بالحزام ديالهم 550 وهذو البنات القفطان راه كريب يعني ماشي ما فيش هذاك الثوب اللي تقولي تيزمات ولا شي حاجه والافتحات في الجناب كذلك القفطان كيكون هكا نص يعني ما فيش لي مونش ما فيش كميمات هاد التكشيطه كي كتجي ما شاء الله بالافتحات هانتوما هادي تبارك الله فيها تلوينه كبيره شوفوا هاد اللون هذا البيستاش هذا فيها الموف فيها الفوشيا فيها البريك فيها الخضر فيها شوفوا البلوغوا ديالو تبارك الله في اللبسه حتى 3 اكس ال ياك شوفوا الموف والكريب الكريب في القفطه لتحت يعني كل هانتوما كل فيها كاملين فيهم الكريب الدرس كذلك جوهره والكريب من التحت هذه اختراطي ب 550 درهم من ال 3 اكس ال فيها هذا الموف الموف درجات فيها الفوشيا هو فيها هذا الاخضر هذا فيها هذاك الاورانج فيها الخضر الاخر هاد التلوينه ديالها 550 كاين واحد الموديل تا هو ديال التليجاني فهمتي هذا غدير لنا كادو للمتابعين تكشيطه التليجه بالكثر فيه شحال غتبقى لهم اليوم كادو لطيف هذا كادو للمتابعين ديالنا 350 درهم 350 تكشيطه شوف شوف التكاش 350 هذه جوهره وهذه كذلك تليجه هذه ما بغيناش نلبسوها لكم علاش لحال كاين الموديل بزاف عندنا شوف مرمى شوف هادو كلهم حلوا لهم هادو ديال 300 ملي ما غنلبسوهمش 350 ها هما الفوشيا فيه النوار شوف شوف الاورانج حتى هو كاين هذاك وكاين هذا الموديل اللون هذا شوف النوار كيداير شوفوا الكحل بالكاتر فيه شوفوا الفوشيا 350 اختي لطيفه 350 درهم ها هو شوف كلها جوهر ما شاء الله والبروميان والعدد العدد العدد فين فيها العدد تال 3 اكس ال في واحد 80 حبه اختي لطيفه الله يسخر 80 حبه كادو للمتابعين تكشيطه 350 350 نعم 80 حبه بغينا نديروها كادو للمتابعين يلا بالصحه والراحه اختي لطيفه 80 حبه كميه محدوده البنات ما تقولوش ليا كذابين مشينا وما لقيناش 80 بياسه راه غيتحل المحل مع تسعود ما تجي فين تكون 11 سريع الله يسخر مرحبا جوهره كي ديالها تكشيطه البنات والثمن غيصدمكم تكشيطه ديال 1400 1200 غتبقى لكم ب 800 درهم 16000 ريال شوفوا تكشيطه دو بياس حاجه طوب ما شاء الله زوميليا لا لي ديتاي ولا الخدمه ديالها كي دايره كلشي القصبه ديال اليد الزاج سيبور ديال الزاج حاجه ما شاء الله ولا كوب كتجي دو بياس لتحت كيجي ساتان حرير فتيحات في الجناب بالنسبة للثمن اختي لطيفة غادي دير لها 1300 درهم تستاهل مخدومة بالصاري الباطو الحر الخدمة ديال المعلم الباطو الحر اختي لطيفة ولكن حنا درنا 1300 درهم اختي لطيفة شوفوا لابخي ما شاء الله شوفوا لابخي كيزاف من اخويا في المستوى اختي لطيفة شو لابخي كيدير شي حاجة ما شاء الله لهبل لهبل اختي لطيفة في صالة كذلك طوب بالنسبة للبسة ديال 1200 صراحة اليوم عند قفطان زروالي 800 درهم 16000 ريال تكشيطه اللي ما عمره لبس عموريه وخدمه زروالي يجي لبسها ما شاء الله ما شاء الله فيها الالوان اللون ديال اختي لطيفه الله يرضي عليها كيديرها لا كيديرها هذه ولا هذه هو يا نفس التلوينه نفس التلوينه كاين البلوغوا كاين ديك الفير او كاين هذا الفير او مفتوح بلو جين الاحمر بيستاج الفوشيا بلون كاسي وخضر والنوغ اللي ملبوس لا كام الهبال اختي لطيفه من شوفوا الموديل الثاني اللي لابسه خاولة عاوتاني كاين ديزاين ديزاين بالنسبه للموديلات اختي لطيفه عندنا الموديلات بزاف كاين واحد 30 موديل في هذا الصاري البروميان اختي لطيفه مش مخدومه مخدومه بالصاري بروميان شوف تبارك الله شفت النبات ديالها كي دايره شي حاجه ما شاء الله فتيحات في الجناب حتى هي اختي لطيفه 800 درهم ولون السيفلون شعرك خاوله هذه فيها الطرزه في الظل اللي لابسه نوره فيها فلاطخين ها هي حاجه ليت وبالنسبه لي كل اختي فيها لي كولون مفرقعين ما شاء الله 800 درهم 800 وهاد التلوينه ديالها تقريبا نفس التلوينه نفس لاقم اختي لطيفه يلا 800 درهم تكاشط ما شاء الله هذه اختي لطيفه فيها العدد عندنا فيها الكونتي وعندنا فيها زواقات كاين زواقات بزاف كاين في هذا الشكل ما كيساعدناش الوقت نلبسوا لكم كل شيء هكا
شوف هذه كيدير حتى هي 800 درهم والكريب دو سوا البروميير شوا عندو شفنا القفاطن دابا الباسي ديالهم شوف هذا الحمراء وهذه راه موديل السيف موديل اختي العطيه شنو جاي ماشي موديل فهمتي ماشي موديل راه فيها تبارك الله واحد 20 موديل تبارك الله حيت كيكونوا زواقات مختلفين شوف هاد الديزاين هذا ولكن موديل السيف موديل شوف ديزاين سيف ديزاين شوف هاد الثمن 800 درهم اختي العطيه انوي هذا شوف الظهر ديالهم اللي ملبوسه حتى هي معاهم اللي وراك لا كتجي محلوله وكاين موديل واحد اخرين اختي لطيفه بحال هذه حتى هي باقيه هذه هادو شفنا القفاطن بالتنبات ديال المرمى بالتنبات شفنا القفاطن هذه التكشيطه ديالو هذه اللبسه يعني شفنا قفيطنات هكا هادو حتى هما 800 درهم اختي لطيفه وشفنا قفطان كذلك هكا هادو تكاشط الباسي ديالهم هادي في النوار شو عرفتي تبارك الله هادو اللي كانوا كاملين كاين لاكام ديالو وكلشي لاكام وكاين هادي مبرات اللي جا اختي لطيفه حتى هي 800 هادي ديال المرمى حتى هي عندنا فيها لي كولور وعندنا فيها لي تاي شو لي مونش ديالها كيفاش كيمشيو دوما كلوش 800 درهم هذه التشكيله ديال 800 درهم حيت ما يمكنش تلبس كلشي ما يمكنش حيت حنا كنختصروا شويه فهمتي اللهم يستر اليوم التكشيطه بالدوبلوره البنات شوفوا ليا ما شاء الله اول مره هذا الموديل هذا ودائما قفطان الزروالي كيجيب لكم الجديد وبثمن مناسب التكشيطه ديال 2000 درهم هادو اللي كيكونوا بالدوبلور وكيكون القفطان مخدوم وكتكون الدفينه كذلك مخدومه اليوم 1000 ومية درهم بدل 2000 درهم تدير حتى 1500 والكريب دو سوا البروميير من التحت ومن الفوق والدوبلور والدوبلور حاجه لوكس ما دايرهاش ما كايناش كاع ولا طخين حتى هي مطروزه شوفوا الفصاله لاكو ها هي حاجه طوندونس شوف ها كيفاش جات ما شاء الله شوف لاكو 1100 درهم 21 الف ريال تلبسي بوحديتو تلبسي بوحديتو حيت الكريب دو سوا البروميير شوا والقفطان حتى هو كريب في الكريب وتا هو مخدوم كتبقى التكشيطه مفتوحه وبالنسبه لي طاي من الاس حتى ل 3 اكس ال كتجي اوفر سايزز ما شاء الله في اللبسه ديالها كاين هذا الديزاين هذا عاوتاني حتى هو بالكتخيل والتنباس يعني كتبدل غير الطريزه غير الطريزه اختي لطيفه الطريزه كتبدل كله فيهم دوبلور من التحت كي داير تلقي شويه هذا حاجه ما شاء الله ها هو شو هاد الفوشيه هذا شو تبارك الله كاين يجيب اللبسه ديالها كتجي مفتوحة الكريب في الدفينة والقفطان وبلاطخين كذلك 1100 درهم البنات حتى للطروا اكس ال هذيك اللي ملبوسة اللي هي اللور لا حلي هذه 900 درهم اختي لطيفة بلا دوبلور حتى هما شنو الفرق ما بين هذه وهذه دوبلور فهمتي هذه حتى هي مخدومة تاي كريب كريب غير هي الدوبلور ما فيهاش هذه 900 درهم هي اللي بغاها بدوبلور مرحبا واللي بغاها بلا دوبلور مرحبا فهمت شو كيدير انا اختي لطيفه الدار ديالو فهمت شتي بلا دوبلور لا دوبلور اختي لطيفه هذو 900 درهم 900 درهم حتى هما بحالهم نفس الخدمه 1100 درهم هادو اللي ملبوسين 1100 درهم 1100 درهم وكاين راه هي في الماركه حتى هي ملبوسه بلا دوبلور هذه هي فهمتي اللي بغات شي حاجه خفيفه بلا دوبلور اللي بغات هذا الستيل هذا لانه من ستيلات الراكل كتجي تكشيطه راقيه بجوج الالوان فرق بيناتهم فرق بيناتهم واحد 200 درهم 200 درهم ديال الدوبلور بالنسبه اللي لابسه نوره فيها البيض فيها الفوشيا الاحمر سيال بلوغوا فيها هاد الفيغ هذا وفيها هذا الكحل حلينا الكحل سامح الموديل الثاني فيه حتى هو هاد السيال فيه الابيض فيه الكحل نفس كلوينه فيه البلوغوا النوار كيجي خطير مع هاد الدوبلور هذا ها هو الدوبلور ديالو كيدير شوف كي جات هذه عطيني زوقه شنو تبارك الله كيديرها 1000 درهم 1100 1100 درهم 1100 درهم شوف الزوقه ديالها كيدايره تبارك الله ما شاء الله ختامها بروح وطنيه ما شاء الله غنختموها بالروح الوطنيه الله الوطن الملك ختامها مسك ان شاء الله ان شاء الله رابحين ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله كل شيء علمية ان شاء الله والمفاجاه باش غنختموا ان شاء الله احنا
متاكدين ان شاء الله، ماشي متاكدين، باذن الله ان شاء الله غنكونوا رابحين. اللي تقضات خمسه ديال البياسات غتربح معنا هاد السلهام هذا، كادو خمسة المنتخب المغربي. واللي بغاتو راه 200 درهم، على اختي لطيفه 200 درهم اللي بغاتو، واللي اللي تقدات خمسة ديال البياسات غنعطيوه لها كادو. واللي بغات تشري 200 درهم ياك، 200 درهم. شوف حنا كنا عندنا روح وطنيه، كنا نبغيو بحال هذا الشيء يكون عندنا في الدار في مناسباتنا، وبالاخص الجاليه كذلك. ما شاء الله علينا وما شاء الله على بنياتنا وما شاء الله على وليداتنا وما شاء الله على المنتخب ديالنا. مرحبا اختي لطيفه، ختامها مسك عندنا ونهار كبير هذا. الله يحفظك، شكرا. وما تنساش المتابعين، ونتمنى ان شاء الله المنتخب اليوم يفوز ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. مرحبا بكم عندنا وزوار المحل ان شاء الله. مرحبا بكم، اللي بغى يجي لهنا مرحبا، اللي بغى يمشي للمحل السينما، السينما الملكيه، اللي بغى يدخل القيصر يجوج محلات مرحبا. مرحبا اختي لطيفه، السلعه اللي صورنا اليوم هنا اختي لطيفه هي اللي كاينه في المحل، في المحلات كاملين. تجيو للديبو مرحبا، بغيت نمشيو للمحل مرحبا. كلشي مرحبا به. مسخينات الزبناء ديالنا صراحه. وحنا كذلك. الفيديو شيق اليوم ومليء بالمفاجات والهميزات. وباقي ان شاء الله. ان شاء الله المفاجات. السيمانه الجايه ان شاء الله باذن الله. ونتمنوا الفوز في امان الله. ان شاء الله اليوم. ان شاء الله باذن الله نفرحوا كاملين ان شاء الله. ونقول لكم في امان الله وحفظه. سلامه. بالنسبه للعلونه البنات، هذا هي قصاريه ديال الحفاري، هنا كاينين موالين الذهبيه، سولوا غير على موالين الذهبيه فين كاينين. مدرسه انقره هي هذه، شفتوا هذه هي مدرسه انقره، هنا كيكونوا موالين الحرير واللي كيبيعوا التواب بحال هكا، وبلاصه معروفه بموالين الحرير ياك باش ما شدوش الناس. قصاريه الحميديه، ها انتم، ها انتم ها اللوغو ديال قفطان الزروالي، هو هذا حيت بدلناه، ها انتم ها المدخل القصاريه، الباب مدخل رقم 8، والدروج اللي غنطلعوا ليهم باش نلقاو ديبو ان شاء الله. ها انتم غير كتطلعوا مع يعني باب القيصريه مع كاين الناس، ما بغيتش نسد لكم باب القيصريه مدخل 8. وها انتم الدخله اللي كطلعنا للديبو الفوق، ها انتم غير كطلعوا كيبان لكم ها هو اللوغو ديال قفطان الزروالي. اسمح لي، ها انتم ها اللوغو، غنطلع مع الدروج غير غادي نطلع غادي نرقى. ها انتم ها المحل، شفتوا ها هو باللوغو ديال ها هو قفطان الزروالي، هنا فين كاين الديبو. بالنسبه للناس اللي بغات القيصريه راه المحل 199، ومرحبا بكم ومرحبا بكم.